ما دلالة تبرئة المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قادة حزب الله اللبناني والنظام السوري؟ هل يمكن لسليم عياش، وهو الشخص الوحيد الذي أدين، أن يقوم بمهمة الاغتيال المعقدة؟ هل سيكون لهذه الأحكام تأثير على المشهد السياسي اللبناني؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان قرارات محكمة اغتيال الحريري بين السياسي والقضائي.